السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حصتكم سكري سالي. كل يوم عندكم فيها وصفة جديدة للتحلية، واليوم راح نقدم لكم تحلية فلان بنوا دو كوكو، واللي يحتاج المقادير التالية: عندنا ليت كوكو وحليب جوز الهند، عندنا جوز الهند، عندنا حليب مركز محلى، بيض، والماء للكراميل، وبيان سور نسحقوا سكر. نبدأ طريقة التحضير. نكسر البيض تاعنا، نكسروا حبة بحبة، ما نفرغوش كاع البيض وحدة على وحدة، هونكا تكون حبة خاسرة ما تفسدلناش كاع الميلونج. دوكا نضربوه ليجيرمون، نضيفو حليب المركز، نضيفو حليب، نخلطو مليح حتى تدخل المقادير مع بعضها. نزيدو حليب جوز الهند او متواجد في الاسواق، وفي الاخير نضيفو جوز الهند تدريجيا حتى نكملو الكمية تاعنا. نضيف السكر، نخلطه مليح. دوكا نحطوا الخليط تاعنا على جنب ونحضروا الكراميل اللي نحطوها في الفون تاع البلاطو تاعنا. نحتاجو سكر، نشعل النار، نديرو نغلف زوج ملاعق تاع الماء، نخليو الكراميل تاعنا حتى تولي لنا دوري، بعد ما تحمر لك الكراميل تاعنا نخليوها زيتولي شوية دوري، دو هيدا نطفيو الفرن ونفرغوها في الطبق اللي راح نطيبو فيه. لازم يكون طبق لي ريزيستي سخانة في الفوخ.
بيدك. نفرغوا الميلونج تاعنا بعد ما نكونوا سخنا الفوغ على 160 درجة. نفرغوا الميلونج تاعنا. نكونوا حضرنا الفرن تاعنا على 180 درجة، نحطوه في فاماري ونخلوه يطيب مدة نصف ساعة حتى 35 دقيقة. نخلوكم في فاصل صغير ونرجعوا لكم. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما حضرت التحلية تاعنا كما راكم تشوفوا فيها. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم وصحة فطركم.